بسم الله الرحمن الرحيم، معكم فيصل السوادي، وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نبدأ سلسلة تعليمية هامة جدا للمتداول في الوطن العربي بسبب المشكلة الشائعة عند الكثير من المتداولين، وهي قلة المصادر الموجودة باللغة العربية بالنسبة للمتداولين. نحن نعلم تقريبا 99% من المصادر الموجودة هي باللغة الإنجليزية، لذلك سنحاول إن شاء الله في هذه السلسلة الحديث عن الكثير من الإيجابيات والسلبيات التي ينتهجها المتداول في جميع الأوقات. ولذلك بما أن هذا هو الفيديو رقم 1، سنتحدث عن البداية. يعني لو سألتك أنت متذكر أول يوم بديت فيه التداول، أو أول مرة سمعت عن التداول، أو كيف بدأت في التداول؟ ربما كان عن طريق رسالة من أحد الأصدقاء، أو عن أحد الإعلانات التي تشير إلى سهولة صنع المال في هذا السوق، أو في البورصة، في الأسواق المالية، وبدأت أنت فعليا بالتداول، وكان كما يسميه الخبراء حظ المبتدئ، مشت معك وربحت أول صفقة وثاني صفقة وثالث صفقة، وبدأت فعليا تفكر ربما بالاستقالة من العمل، أو ربما بدأت تتعجب كيف لم أعلم عن هذا الأمر من فترة سابقة، وكيف أن أصبحت تعتقد اعتقاد خاطئ طبعا، وسنوضح في الفيديوهات القادمة لماذا هذا يعتبر اعتقاد خاطئ ومدمر أيضا ماليا. بدأت تعتقد أن الطريق سيستمر معك بشكل سهل، وكيف أنك لم تعلم عن هذا الأمر في السابق، وبدأت تعتقد طبعا اعتقادات خاطئة بأن الكثير من المضاربين في أسواق المال يحققون أموال طائلة، واستطاعوا اجتياز أو تحقيق الهدف الذي تفكر فيه أنت الآن بشكل سهل. الأمر ربما بعيد كل البعد عن السهولة أو السلاسة حتى تستطيع أن تحقق الحلم، بغض النظر ما هي الأفكار أو الأحلام أو المستويات التي تتمنى الوصول إليها في المستقبل. ما ستواجهه بكل تأكيد إذا كنت ربما الآن، يعني لو تكلمنا كذا بشكل سريع، إذا كنت الآن بادي ربما لم تشعر بهذا الشيء، لكن نسبة 100% من المتداولين الموجودين في السوق واجهوا هذه المعضلة عندما بدأوا بالتداول، وهي خسارة رأس المال، وهذا ربما قد يتكرر معك في أكثر من مرة، وهذا هو الأمر الطبيعي، هذا ليس الأمر الشاد، هذا هو الأمر الطبيعي المتوقع أن يحدث معك، وهو الخسارة. أنت مستغرب أن أنا قاعد أقول لك الخسارة وأنا مبتسم، لأنه هذا أمر مهم. يعني هذه الخسائر حتى سنحدد لها فيديوهات عديدة في الفيديوهات القادمة، وسأجعلك تتأكد بأن هذه الخسائر هي المصاريف التي لابد من دفعها في هذا السوق حتى تحترف التداول. لكن لو أخذنا ربما عن واحد من أهم الأسباب لاعتقادك بأن هذا الطريق سوف يكون سهل أمامك، وبأنك يوم من الأيام قد تجد الاستراتيجية المناسبة للربح في هذا السوق، ربما لأننا نعيش في عصر السرعة لتحقيق الأهداف. مثلا نستطيع في الصباح تحضير القهوة سريعة، القهوة سريعة التحضير بضغطة زر، تحضير الطعام بشكل سريع، التسوق عبر الانترنت بشكل سريع، الحياة بالكامل أصبحت سريعة جدا، وتحقيق متطلباتنا في الحياة أصبح سريع. لذلك أصبحنا بشكل خاطئ أو بشكل غير واعي نعتقد بأن أيضا التداول في أسواق المال، بما أن نستطيع فتح الحساب بطريقة سريعة وسلسة، ونستطيع أيضا تفعيل الصفقات فقط بضغطة زر شراء أو بيع، أصبحنا نعتقد أيضا بشكل خاطئ أنه هذا الطريق أو المشوار حتى تصل إلى الأهداف التي تناسبك أنت سهلة وسلسة، لكن ستفاجأ بأن الطريق صعب جدا، طويل جدا، لن أستطيع بأي شكل من الأشكال. وهذا السؤال يتردد عليه بالكثير من المتدربين، كم أستغرق حتى أحقق أهدافي في أسواق المال؟ بغض النظر عن الهدف الذي تفكر فيه، لن أستطيع أنا أو أي شخص آخر تحقيق المدة أو اختصار المدة المناسبة لك، لأن كل شخص يختلف عن الآخر في طريقة تعلمه وطريقة تطبيقه في الأسواق. لكن أستطيع إن شاء الله في الفيديوهات القادمة أن أشرح لك كيف يمكنك الانتقال من الخطوة 1 إلى الخطوة 2، وتحقيق الأهداف إن شاء الله باتباع استراتيجيات وطرق معينا راح نختصرها كثير، أو راح نجمعها في أشياء خاصة في الإدارات المالية والحالة الذهنية للمتداول، وبالأخير في الاستراتيجيات الخاصة بالتحليل الفني. حتى الفيديو القادم
ألقاكم بد. كان معكم فيصل السوادي وشكرا لكم.